من أهم الأماكن الترفيهية والسياحية في تركيا المتحف السحري أو ما يسمى متحف الثلج بوز موزيسي، وهو المتحف الأول من نوعه في مدينة إسطنبول. متحف مخصص للثلج بمساحة قدرها 1400 متر مربع. صمم المتحف من قبل مجموعة كبيرة من النحاتين المتخصصين في مجال تصميمات الثلوج، تم استخدام معظمهم من السويد، ويحتوي على ما يعادل 170 طناً من الثلوج التي تم جلبها من إسطنبول والسويد. عند زيارتك للمتحف سيقدم لك المسؤولون لباساً يسمى الإسكيمو لتقي جسدك من برودة المكان الذي تصل درجة حرارته إلى 5 درجات تحت الصفر صيفاً أو شتاءً على حد سواء. وللمتحف أقسام متعددة، البداية ستكون من النفق الجليدي حيث المتعة والتشويق، إذ يضم منحوتات ثلجية عن الفايكينجز، وهم محاربو الدول الإسكندنافية والتي تتمثل في الدنمارك والسويد وأيسلندا والنرويج، مرفقة بشروحات ومعلومات عنهم من خلال الكتابة على الجليد، إلى جانب مجسمات طيور البطريق المنحوتة بأحجام مختلفة. أما القسم الثاني فيضم العديد من العروض المائية كالسفن الثلجية العملاقة، إضافة إلى معلومات عن طبيعة الإسكندنافية بأشكال ثلجية تعبر عن طريقة الزراعة والصناعة الحرفية البسيطة التي كان يتقنها سكان المنطقة الإسكندنافية. وفي القسم الثالث بإمكانك أن تتذوق عصير الفواكه المثلجة، ويتميز ذلك المكان بوجود عمال يرتدون زياً بمظهر عجيب مصنوع من الثلج بالكامل. ولمن يرغب بزيارة متحف الثلج فليس عليه إلا التوجه إلى مركز التسوق فورم إسطنبول في منطقة بيرام باشا، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 ليرة تركية للكبار و15 ليرة تركية للصغار.